إلى عمان مباشرة التلفزيون العربي. المؤتمر الصحفي وزير الخارجية الأردني رفقة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ. وتطرفهم ورفضهم لحق الفلسطينيين بأن يعيشوا مثلهم مثل أي شعب على هذه الأرض بحرية وبكرامة وبممارسة حقه في تقرير مصيره. اللحظة خطرة جدا، الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية، والمسؤولية مرة أخرى وأكد لذلك تقع على عاتق إسرائيل، وعلي المجتمع الدولي كله أيضا مسؤولية أن يقول كفى، أن يتصرف وفق قيمه وفق القوانين الدولية وفق القوانين الدولية الإنسانية، وأن يتخذ الإجراءات التي تكبح جماح هذه العدوانية الإسرائيلية وتحمي المنطقة وشعوبها من ويلات حرب جديدة، وتحمي أيضا مستقبل المنطقة الذي يجعله نتنياهو وحكومته مستقبلا مهددا بالمزيد من المعاناة والمزيد من الحروب والمزيد من الويلات. فندعو كل شركائنا في المجتمع الدولي وفي الاتحاد الأوروبي تحديدا بأن يتخذوا المواقف والإجراءات التي تنسجم مع قيم الاتحاد الأوروبي مع القوانين الدولية، وأن يساعدونا في حماية منطقتنا وحماية مستقبلنا من هذه العقائدية الإلغائية التي تستمر إسرائيل في فرضها على المنطقة. لا يجوز ولا نستطيع أن نسمح لأجندة هذه الحكومة المتطرفة في إسرائيل بأن تدفع المنطقة نحو المزيد من الدمار. فاللحظة، أؤكد مرة أخرى، لحظة صعبة، لحظة حرجة، والمواقف غير الواضحة لن تكون كافية. نريد من المجتمع الدولي كله وندعو مجلس الأمن الدولي إلى أن يتصرف وفق تكليفه ووفق صلاحياته، وأن يحمي حق هذه المنطقة في أن تعيش بأمن وسلام، وأن لا يسمح لدولة أصبحت دولة مارقة في أن تفرض المزيد من الحرب والدمار على المنطقة. فأشكرك صديقي العزيز على مرة أخرى على فرصة اللقاء وعلى مواقفكم الواضحة وعلى جهودكم من أجل التلفزيون العربي.